حاليا وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي يضع حجر الأساس لمصفاة الدقم النفطية بسلطنة عمان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. وضع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي حجر الأساس لمشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم في سلطنة عمان من خلال شراكة كويتية عمانية تعيد رسم خريطة البتروكيماويات في المنطقة. في البداية سعداء جدا اليوم بوضع حجر الأساس لهذا المشروع المهم شراكة بين شركة البترول الكويتية العالمية وشركة نفط عمان. هذا المشروع يعتبر باكورة مشاريع شركة بترول عالمية في الدقم أو في عمان، ورح إن شاء الله يتبعه مشاريع قادمة في نفس الحجم، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. الشراكة الاستراتيجية بين شركة النفط العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية تفتح آفاقا أوسع للتعاون بين البلدين، مما يحقق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية في المنطقة. الحمد لله وتوفيق. طبعا هذا المشروع مشروع عملاق، يعتبر من المشاريع اللي ركزت عليه شركة النفط العمانية منذ سنوات، وتوفقنا في إيجاد شريك استراتيجي يتمثل في شركة البترول الكويتية العالمية، وهي إحدى الشركات الداعمة لنا احنا في شركة النفط العمانية، وبالنسبة للكويت والسلطنة امتداد لعلاقات تاريخية. طبعا المشروع هذا يعتبر لبنة أساسية بالنسبة لنا لصناعة البتروكيماويات في المستقبل، وإحنا نفتخر أنه نكون إحدى الشركات الرائدة في السلطنة اللي متجهة لاتجاه صناعة البتروكيماويات. والأكثر من ذلك، كلنا فخر أنه الشركة الكويتية كذلك تركز تركيز كبير على صناعة البتروكيماويات، وإن شاء الله هذا المشروع يعد مشروع استراتيجي كبير لزيادة التصنيع في هذه المنطقة الاقتصادية المهمة لنا كلنا في السلطنة.